بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل وياكم المحاضرة الخاصة بتصنيف التربة، ونكمل الشرح السابق اللي توقفنا عنده. احنا وصلنا لموضوع الاكتيفيتي اوف سويل، فعالية التربة الطينية. فعالية التربة الطينية هنا ايش يقول the presence of even a small amount of certain clay mineral can have significant effect on the properties of the soil. يعني تواجد كمية وإن كانت قليلة من المعادن الطينية في التربة راح يأثر عليها، من يأثر على خواص التربة بصورة عامة. إذن من الضروري أنه نحسب الأكتيفيتي مال السويل بالاعتماد عليها من على الأطيان. وحتى بالحقيقة إحنا ما نريد نصنف التربة أو نجري عملية فحص التحليل المنخلي، أكو عندنا بالشارت أو بالمخطط مال التحليل المنخلي راح نلاحظ أكو صاير جزئين، جزء متخصص بالتربة الخشنة اللي هي تشمل اللي هو الحصو اللي هو الجرافل والسولت، زين، واللي قبله انه الساند، والجزء الاخر اللي هو الكلي اللي بعدين يسوي له فحص خاص، يعني مو بالتحليل المنخلي، يسمونه فحص الهيدروميتر. ان شاء الله بالدروس العملية راح تاخذونه وتتعرفون شلون نحسب نسبة الاطيان اللي موجودة عندنا بالتربة. نسبة الطين هو يعتبر عامل أساسي ومهم في تصنيف التربة، وضروري أن ندرسه ونحسب فعاليته مثل ما نقول. فلذلك أوجدنا معادلة خاصة يسمونها الاكتيفيتي اوف سويل. طبعا هي مهمة جدا بتصنيف التربة وتعطينا انديكيشن حول التصنيف على التربة. فالمعادلة شو تقول؟ تقول الاكتيفيتي يعرف بأنه نسبة بين البلاستيسيتي اندكس اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة، عرفنا شلون نحسبها، إلى نسبة حجم الأطيان. يعني الـ A اللي هو شنو هاي الـ activity، هاي الـ A activity تساوي إنه هو الـ IB over C. الـ IB اللي هو شنو يمثل Plasticity Index، إلى نسبة الأطيان اللي هو شنو الـ C. الـ C هنا يقول لك تعريفها Percentage of Clay Size، على سبيل المثال يعني يقول لك الـ Particle Size اللي هي شنو أقل من 0.002 ملم، يعني شنو؟ يعني جميع حبيبات التربة اللي هي أقل من 0.02 ملم، اللي هي شنو؟ اللي تمثل التربة الطينية. ليش؟ لأن التربة الطينية هي مقاس حبيباتها هو أقل من 2 بالألف من الملم. هاي وين تفيدني الأكتيفيتي؟ يعني مثلا واحد يقول أنا مثلا إذا طلعت هاي الأكتيفيتي وين تفيدني بالتصنيف؟ نقول هنا بهذا الجدول يقول لك إذا طلعت الأكتيفيتي مثلا أقل منين من 0.75، بهاي الحالة ايش تصنف التربة؟ تعتبر inactive، يعني شنو؟ غير فعالة. يعني هنا نسوي فد عامل اخر او تصنيف جديد للتربة، اضافة الى كونها كلي او ساند او جرافل الى اخره، انه يضاف فد شي تصنيف للتربة انه نقول inactive او normal او active، اعتمادا عليه من على الاكتيفيتي اوف سويل الاي. اذا من 0.75 الى 1.25 تعتبر شنو؟ تعتبر نورمال. اكثر من 1.25 اكتف، يعني شنو معناها؟ كل ما كبرت هاي النسبة زادت الفعالية. طبعا هاي النسبة شلون ترتفع؟ كل ما قلت قيمة السي ايش تعتبر بهاي الحالة؟ راح تزداد عندنا الاي، لانه المقام كل ما يصغر راح شنو يكبر الاي. فإذا بهاي الحالة نسبة الأطيان إذا قلت عدي تميل التربة نحو الفعالية. يعني هذا راح يوضح لنا هذا المفهوم، أنه كل ما قلت نسبة الأطيان في التربة راح تزيد فعالية التربة، والعكس صحيح، أنه كل ما زادت نسبة الأطيان في التربة كل ما قلت فعالية التربة. إذا وجود الأطيان في التربة هو شنو؟ يقلل من فعالية التربة. زين، وعلى ظاهر صرنا في هذا الصيف. هسه نجي ناخذ أمثلة حتى نوضح مما سبق وحتى نطبق وتفهمون الأمور بشكل أوضح. هسه عندنا هذا الإكزامبل، يقول liquid limit of the soil 56، يعني شنو WL 56%. احنا فهمناكم شنو معنى liquid limit وشنو بلاستيك limit وشنو shrinkage limit. بالحقيقة هذن الثلاثة هن عبارة عن water content. يعني إذا أقول لك liquid limit 56% معناها أنه شنو المحتوى الرطوبي للتربة هو 56، اللي عند هذا الحد محتوى رطوبي يسمونه شنو 56%. زين،
معطيني بلاستيسيتي اندكس ايش قد مقدارها 15%. بلاستيسيتي اندكس اللي هو شنو الاي بي، الاي بي كنا الاي بي شو يساوي هنا ليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. فش يريد هنا ان واتش ستيت اوف كونسستنسي از ذا ماتيريال ات ووتر كونتينت اوف 45%. يقول لك انه انا قلت لك الليكويد ليميت هو 56% ومعطيك بلاستيسيتي اندكس، فاذا كان المحتوى الرطوبي للتربه 45% ايش تعتبر هاي الكونسستنت مالتها؟ بيا حاله. فانا شو اسوي؟ انا عد الليكويد ليميت وعد البلاستيسيتي اندكس، شو اطلع؟ اطلع البلاستيك ليميت. ليش؟ لانه الليكويدتي البلاستيسيتي اندكس يساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. البلاستيسيتي اندكس معلومه مطينيها بالسؤال 15 ومطيني الليكويد ليميت 56، فالمطلوب هنا ايش بقى عندي؟ اطلع شنو؟ البلاستيك ليميت. فالبلاستيك ليميت من هاي المعادله ايش يطلع عندي؟ 41%. 41% انه التربه لحد ما توصل الى 41% هي ايش تعتبر؟ تعتبر بلاستيك. فوق ال 41% دخلت وين؟ دخلت بالليكويد اكيد. دخلت بالليكويد. العفو، انه جوا ال 41% هي باقي بلاستيك. زين؟ جوا فوق ال 41 جوا فوق ال 41% شو تكون بهاي الحاله؟ تربه. يعني تستمر انه تبقى بلاستيك. تستمر تبقى بلاستيك. فاذا بهاي الحاله اذا كان عندي الواتر كونتنت مقداره 45%، اذا كان عندي الواتر كونتنت مقداره 45%، اذا شنو معناها؟ هي من ال 41% لحد ما توصل لل 56% يلا تتحول الى من؟ يلا تتحول الى ليكويد. من بعد 56% تبقى تستمر ليكويد. زين، بعد ال 41% اذا وصلنا لل 45% هي باقي وين؟ باقي على البلاستيك. اذا ايش تعتبر التربه بهاي الحد؟ تعتبر بلاستيك. اذا اوكي، هسه مفهوم صار عندنا. البلاستيك ليمت هو 41%، بعد البلاستيك يبقى بلاستيك الى ان نوصل الى مقدار محتوى رطوبه 56%، يلا تبدي. وها طبعا معروف منين؟ من تعريف، من تعريف البلاستيك، هو الحد الذي تبدا عنده التربه. يعني ليش سموه حد البلاستيك؟ زين، اللي هو حد اللدونه، لان هو الحد الذي تبدا عنده التربه انه تكون بلاستيك. حد المرونه اللي هو الليكويد ليميت اللي هو 56% هو الحد الذي تبدا به. يعني احنا بال 45% بعدنا ما واصلين للليكويد وباقين وين؟ بالبلاستيك. اذا التربه تبقى بلاستيك. زين، المطلب الثاني شو يقول؟ يقول وات از ذا بلاستيك ليميت. حددنا نفسه بالمطلب الاول، طلعنا قيمه البلاستيك ليميت. المطلب الثالث شو يقول؟ يقول void ratio of this soil at the minimum volume reached on shrinkage. ها، اذا وصلنا احنا للشرنكج، هسه احنا تجاوزنا الليكويد زين والبلاستيك ووصلنا وين؟ للشرنكج. يقول لك الفويد ريشيو عند الشرنكج ايش قد مقداره؟ 88%. ايش قد الشرنكج ليميت؟ ايش قد قيمه الشرنكج ليميت؟ الشرنكج ليميت مجهول. زين، هو شنو الشرنكج ليميت؟ شنو معناه؟ معناها المحتوى الرطوبي. يعني انا اريد احسب المحتوى الرطوبي عند الشرنكج ليميت، لانه قلنا الليكويد ليميت هو محتوى رطوبي والبلاستيك ليميت هم له محتوى رطوبي. زين، فانا اريد احسب شنو قيمه الشرنكج ليميت. هنا شلون احسب قيمه الشرنكج ليميت؟ اكو ملاحظه جدا مهمه. يقول لك التربه من توصل للشرنكج ليميت تعتبر شنو؟ ساتوريتد. ليش؟ لانه شرنكج ليميت الفوليوم از مينيموم اند ذا سويل از ستيل ساتوريتد. يعني شنو معناها؟ معناها انه التربه بالليكويد ليميت هي شنو؟ ساتوريتد. بالبلاستيك ساتوريتد، من توصل لحد الشرنكج تبقى ساتوريتد، ستيل ساتوريتد. يعني شنو معناها؟ ايش قد قيمه الاس هنا؟ أنا واحد تساوي لي قيمه الاس واحد عند الشرنكج ليميت، قيمه الاس ساوينا واحد، معناها التربه بالشرنكج ليميت هي شنو؟ فولي ساتوريتد. اكو عندي معادله مهمه اشتقيناها لكم بالبدايه، قلنا الاس في اي ساوينا اوميجا في الجي. هنا بما انه الاس واحد، اذا شو يصير المعادله؟ تصير المعادله اي يساوينا اوميجا في الجي. زين، او انه الدبليو اس يساوينا شنو؟ اي اوفر جي. هو مطيك الجي هنا قايل لك 2.71 وقايل لك انه الاي هنا يساوينا 88%. فاذا اقول 88% تقسيم 2.7 يطلع لي شنو؟ المحتوى الرطوبي اللي شو يمثل هنا؟ المحتوى الرطوبي يمثل لي شرنكج ليميت. اذا شرنكج ليميت يساوي 32.5%. نجي للسؤال اللي بعده او المثال اللي بعده. يقول لك soil has plastic limit. هنا انا مطين بلاستيك ليميت اللي هو شنو؟ اللي هو الدبليو بي.
البلاستيك ليمت اللي هو الدبليو اي، ايش قد مقداره؟ 25%. ومطين البلاستيسيتي اندكس يعني بالعكس، قبله مطين الليكويد ليمت طلعنا عنده بلاستيك ليمت، هسه لا مطيني البلاستيك ليمت ومطين بلاستيسيتي اندكس ايش قد مقداره؟ 30. اذا اقول لك اذا كان الناتشرال ووتر كونتينت اوف ذا سويل 34%، المحتوى الرطوبي العادي، المحتوى الرطوبي العادي اللي هو اكبر من اكبر من البلاستيك، هنا لو نلاحظ هذا اكبر من اكبر من البلاستيك اللي صاير بين الليكويد وبين البلاستيك. زين، وات از ذا ليكويديتي اندكس؟ ايش قد قيمه الليكويديتي اندكس؟ اند وات از ذا كونسستنسي اندكس؟ هاو دو يو ديسكرايب ذا كونسستنسي؟ يعني شلون توصف الكونسستنسي مال التربه، القوام مال التربه. هنا انا مطيني هو قلنا بلاستيك ليميت ومطي بلاستيسيتي اندكس من هذا القانون، الاي بي بلاستيسيتي اندكس على الليكويد ليميت ناقص على البلاستيك ليميت، راح اطلع شنو الليكويد ليميت، طلع لي الليكويد ليميت 55%. المحتوى الرطوبي العادي للتربه ايش قد؟ 34%. ال 34% صايره بين من؟ بين ال 25 وما بين ال 55. على المثال اللي قبله ال 25% بعدها شنو؟ التربه بعدها بلاستيك، يعني هذا ال 34% هم بلاستيك، يعني هاي المعلومه لا اكثر ولا اقل. لان لما توصل ل 55% يلا تعتبر شنو؟ ليكويد، ليكويد ليميت. شنو المطلب هنا؟ وات از ذا ليكويديتي اندكس؟ ليكويديتي اندكس اكو عندنا قانون يقول المحتوى الرطوبي العادي اللي انا مطينياه عند هذا الليكويديتي اندكس، عند هذا المحتوى الرطوبي ناقصا الدبليو بي اللي هو شنو؟ هو البلاستيك ليميت، البلاستيك ليميت على البلاستيسيتي اندكس. فالمحتوى الرطوبي عندنا هذا العادي اللي هو 34% اللي هو ايضا قلنا شنو؟ ضمن البلاستيك زون، ناقصا البلاستيك ليميت اللي هو 25 على البلاستيسيتي اندكس اللي ايش قد مطيني اياها؟ مطيني اياها 30. البلاستيسيتي اندكس مطيني اياها 30. زين، فتطلع لي بهاي الحاله الليكويديتي اندكس ايش قد مقدارها؟ تطلع لي هنا 30%. زين، اكو عندي قانون اخر اللي هو شو يسمونه الكونسستنسي اندكس. شنو قانونه هنا؟ قانونه مثل ما اخذناه شو يساوي ان الليكويد ليمس ناقص شنو؟ الواتر كونتينت على شنو؟ على البلاستيك، البلاستيك ليمت على البلاستيسيتي اندكس. الليكويد ليمت ناقص الواتر كونتينت على البلاستيسيتي اندكس. الليكويد ليمت هنا قد طلعنا يساوي 55% ناقص الووتر كونتينت المطينية اللي هو هذا 34%. يعني هاي قياساتنا هنا لقوام التربة كله على ضوء هذا المحتوى الرطوبي اللي هو محتوى رطوبي عادي. زين، 34% تقسيم بلاستيسيتي اندكس اللي يساوي 30% يطلع لنا شنو؟ الكونسستنسي اندكس، كونسستنسي اندكس ايش قد طلع عندي؟ 0.7. زين، فهنا بهاي الحالة طلعت لنا 0.7. المثال اللي بعده شو يقول؟ يقول clay sample has a void ratio، مطين الفويد ريشو مقداره 0.5 in the dry condition في الحالة الجافة. الجرين specific gravity GS، GS مطينيها 2.72. What will be the shrinkage limit of this clay؟ شو يريد؟ يريد قيمة الـ shrinkage limit لهذه التربة. هذا طبعا راح يصير تطبيق مباشر، عندي void ratio E وعندي G، شو يريد؟ يريد أوميجا. دائما استفاد من قانون الـ SVE يساوي لنا أوميجا في الجي. هنا الملاحظة بالمثال السابق قلنا التربة في حالة الـ shrinkage، هنا إذا كان عندي shrinkage شو تكون؟ تبقى saturated. في حالة shrinkage تبقى saturated، يعني حتى من نوصل للـ shrinkage إنه تبقى التربة saturated وقيمة الـ S تساوي شنو؟ 100%، يعني 1. إذا شو نسوي هنا؟ هو مطيني قيمة الـ E هنا الفويد ريشو اللي هي 0.5، ومطيني قيمة الجي اطلع شنو؟ المحتوى الرطوبي. هنا المحتوى الرطوبي شو يمثل لي هذا؟ هذا 18، هو يمثل الشرنكج ليمت، يمثل لي قيمة الشرنكج ليمت. ليش؟ لأنه هو رايد الشرنكج ليمت مال هاي التربة. زين، ومطيني المحتوى الفويد ريشو مالتها ومطيني الجي اس، وهي بهاي الحالة هي التربة واصلة للشرنكج ليمت، وبالشرنكج ليمت قلنا شنو؟ قيمة الاس شو تكون؟ 100%. اذا قيمة المحتوى الرطوبي اللي تطلع عندي تطلع لي 18.4، وهي منطقيا هذا الرقم هو يوحي الى انه شنو؟ شركج ليمت، لانه قيمته قليلة. فاذا المحتوى الرطوبي اللي طلع عندي هو شركج ليمت. نجي للمثال اللي وراه شو يقول؟ يقول the following data were obtained from fine grain soil، من تربة ناعمة، من تربة حبيبية ناعمة. شو مطيني؟ مطيني النتائج مباشرة، مطيني الليكويد ليمت
48%، البلاستيك ليمت طبعا لازم يكون اقل من عنده 26%. مطين هنا الكيك كلي كونتينت اللي هي السي اللي اخذناها بدايه المحاضره، اللي قلنا وين بالاكتيفيتي اللي هاي السي، هاي السي اللي موجوده بالقانون اللي عرفناها زين. فمطين هنا قيمه شنو؟ مطين قيمه الكلي كونتينت 25%، ومطين السولت، ومطين الساند. خلينا نشوف هذا البقى يفيدني لو ما يفيدني. مطين المويستر كونتينت يعني هاي الاوميجا العاديه 39%. فايند ذا اكتيفيتي اند ليكويديتي اندكس. زين هنا بما انه مطين ليكويد ليميت ومطين بلاستيك ليميت، ليكويد ليميت ناقص بلاستيك ليميت شو يساوي؟ يساوي بلاستيسيتي اندكس اللي هو الاي بي. زين شو يريد هو؟ يريد الاكتيفيتي اوف سويل. قلنا الاكتيفيتي اوف سويل بدايه المحاضره قلنا شو يساوي؟ انه يساوي البلاستيسيتي اندكس على الكلي كونتينت، يعني يساوي انه البلاستيسيتي اللي طلعناها ايش قد؟ 22 على الكلي كونتينت اللي هو 25، طلعت لي 0.88. نروح للجدول، يعني 88%، ال 88% صايره منين؟ ما بين ال 75 وما بين ال 125. خلينا نقول اذا ايش تعتبر التربه هنا؟ ايش تعتبر؟ تعتبر نورمال. اذا نجي نصنف التربه شو نقول؟ نقول نورمال اكتيفيتي. هاي جدا مهمه، يعني مو تطلع الرقم وتوقف، لا ترجع للجدول هذا وتصنف التربه. احنا شغلنا تصنيف زين. هسه هنا شو يريد من عندي بعد؟ فايند اكتيفيتي اند ليكويديتي اندكس. الليكويديتي اندكس، هذا الليكويديتي اندكس. الليكويديتي اندكس يساوي انه يساوي انه الاوميجا اللي هو المحتوى الرطوبي العادي اللي قد مطيني اياه هنا 39% ناقص البلاستيك ليميت اللي قد مطيني اياه 26% على البلاستيسيتي اندكس اللي قد طلعناها اللي طلعناها 22% راح تطلع لي 59%. فهنا هم تصنف التربه هنا سوفت كونسستنسي بهاي الحاله. ليش؟ لانه عندنا هذا قانون الليكويديتي اندكس اخذناه بالمحاضرات السابقه، الليكويديتي اندكس هذا. فقلنا اذا كان عندنا بهاي الحاله ايش قد طلع عندنا والله قيمه ال طلعنا 59%، 59% الليكويديتي اندكس اللي هو شنو؟ ال اي 59% هنا وين صاير؟ هنا اذا ايش تعتبر التربه؟ اذا 59% ايش تعتبر؟ سوفت كونسستنسي اذا 59% ضمن هذا الرينج. فاذا نعرف التربه بهاي الحاله شو نقول عليها؟ سوفت كونسستنسي. يعني شنو معناها؟ احتاجينا الجدول هذا مال ليكويديتي اندكس بتصنيف التربه، وايضا احتاجينا هذا الجدول بتحديد شنو نوعيه الاكتيفيتي مال التربه، قلنا نورمال اكتيفيتي. فاذا شنو معناها؟ هاي الارقام احنا من نطلعها لازم نترجمها لتصنيف، نترجمها لتصنيف لان موضوعنا هو اصلا هو تصنيف التربه. وهسه بهاي الحالة نوقف عند هذا الحد ونكمل وياكم المحاضرة الجاية وعلى الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.